صباح الخير، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. انت عايز اتكلم كده في حاجة صغيرة. الناس اللي بتقعد تشيل جواها كتير 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 وتفضل كاتمة حاجات كتير وتيجي مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة ومش عارف ينفس، الناس دي في لحظة صحتها العضوية ممكن تتأثر، وفي لحظة معينة بيحصل حاجة اسمها الانفجار البركاني، ان انت بتنفجر وطاقتك النفسية بتخلص لانك استهلكت مشاعرك في الحزن. انا مش بقولك ان انت ما تزعلش، الزعل ده موجود عادي على اي مشكلة، والصدمة اللي احنا بنعيشها على حسب وجود الاشخاص المهمة في حياتنا. بس ازاي ان انت تفضل تبكي 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 على حد والحد ده اصلا مش موجود، والحد ده عايش مع حد غيرك وعايش حياته بالطريقة المعينة؟ ليه دايما بتخلي نفسك الطرف الاضعف؟ ليه دايما شايف ان انت بتثبت للانسان اللي قدامك ان انا مش قادر اعيش من غيرك، وان انا خلاص حياتي كلها متعلقة بيك، وان انا هموت من غيرك؟ ده كله بيوصل رسائل استغلال وابتزاز من الطرف التاني، غير طبعا الناس الاصيلة اللي هي بتقدر ده. عايز اقول ليكم، انا مش عايز كل واحد مننا يشيل جواه ويخزن ويحاول بقدر الامكان ان هو ينفس عن نفسه. انا دايما بقول ان السعادة بايدينا، الحياة حوالينا صعبة والدنيا كلها مشقة وكلها عناء وكلها تعب. طيب لما نعمل كل يوم حاجة جديدة، لما نفكر ازاي ان احنا نسعد نفسنا، لما ما نديش للزعل وقت ان هو ياكل قلبنا ويموت روحنا من جوه. في النهاية انت لو اتوجعت محدش هيحس بيك، حتى لو جنبك الف حد بيطبطب عليك، انت اللي هتتحمل كل الوجع وانت اللي هتشيل فوق طاقتك. فحاول بقدر الامكان ان انت ترحم نفسك وتكون رحيم على نفسك. صباح الخير.